السلام عليكم اخويا صباح، غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو موضوع اخر متعلق بالبروتوكول دوغوتاج او اس بي ال. الموضوع هو الاختيار او الانيكسيون ديال دي ار او بي دي ار، دي ار ان بي دي ار ديزيجنيتد راوتر اند باك اب ديزيجنيتد راوتر. قبل لا نهضروا على طريقه اختيارهم، كيفاش واحد الروتر كيولي ينتخب على اساس انه يكون شاف وما يصطلح عليه ديزيجنيتد راوتر او النائب ديالو اللي هو الباك اب ديزيجنيتد راوتر، فغادي نحتاجو اساسا نفهمو اشنا هي دي ار والبي دي ار او اشنا هما الادوار ديالو. دونك باش نديرها غادي نجبد هاد لابارتي من واحد الدكور تتهضر على الدي ار والبي دي ار شنو كيدير، ولكن اللي تيهمني هو نوضح لكم لا سيتياسيون. اذا ما كانش الدي ار والبي دي ار، اذا ما كانش الدي ار والبي دي ار غتكون لا سيتياسيون شويه كتشبه شي حاجه بحال هكا. جاتي مشات ليا لا فوتو، غتكون لا سيتياسيون كتشبه شويه شي حاجه بحال هكا. كما كتشوفوا هنايا سون بي دي ار كيخصك تكريي دي غولاسيون كتار. كتلاحظوا هنا سون بي دي ار مع 6 ديال لي غوتور غادي يكون عندنا 15 رفوازيناج او لا ادجاسنس. عندك 15 علاقة غادي تربط أو 15 إيشونج بوسيبل دافورماسيون ما بين لي روتور. مع دي آر و بي دي آر كنهضر عليهم بجوج بلو كوبل. دابا دي آر و بي دي آر كاينين بجوج، غادي يكون عندك جيست 9 ديال لي زيشونج بوسيبل دافورماسيون ما بين لي روتور مع نفس العدد ديال لي روتور، 6 هنا و 6 هنا. دونك علاش كيصلح الدي ار والبي دي ار؟ باش نقسم لي زيشونج بوسيبل دافورماسيون ما بين لي روتور في واحد الريزو اللي هو بارطاجي، اللي كيكون الميديا فيه بارطاجي. حنا غنشوفو من بعد انواع ديال لي ريزو. دونك هذا الموضوع ديال الدي ار والبي دي ار كملاحظه فقط، فكي خص تكون عندك بزاف ديال المعلومات مسبقه قبل لا تبغي تقرا. يعني خصك تعرف انواع ديال لي ريزو بالنسبه للاو اس بي اف، تعرف شنو هي راوتر اي دي، تعرف البريوريتي شنو هي، تعرف بزاف ديال الحوايج باش يمكن لك تبدا تهضر على الدي ار والبي دي ار. دونك كما كتشوفوا ما عرفتش وضحت مزيان ولا لا. المهم اذا ما كانش عندك دي ار والبي دي ار، فكل غوتور كيضطر كل مره يهضر مع جميع لي غوتور اللي معاه في الريزو. نفكر بانه يفترض هنا انه يكون بيناتنا سويتش او لا ان ميديا بارطاجي هاب او لا كاب. المهم تيكون عندنا ان ميديا بارطاجي ولا ان سي بو بارطاجي. لاحظ بان هاد لو غوتور ولا ان انفورماسيون بارطاجي كيخصو يبارطاجيها مع هادو كاملين، يصيفطها لهادو كاملين. في حين انه اذا كان عندنا الدي ار والبي دي ار، فالدور ديال الدي ار هو انه يستقبل المعلومات من عند الغوتور. دونك غادي يستقبل الغوتور اللي عنده ان انفورماسيون اونفوي مثلا الى الاس اي تيب 1 كيصيفطها فقط للدي ار والبي دي ار وكيتهنى، والاخرين كيتكلفوا بانه يوصلوها للزوطخ. دونك باختصار الدور ديال الدي ار والبي دي ار هو نقسم لي زيشونج بوسيبل دانفورماسيون، وبالتالي كان ايكونوميزيو شويه في لابوند باسونت، وكان ايكونوميزيو هذا هو الاهم في لا ميموار وفي البروسيسينغ في البروسيسور. دونك كان اليجيو شويه الخدمه ديال البروسيسور ديالنا. نرجع للبي دي اف الاولى اللي انطلقت منها، كما كتشوفوا هنايا تيقول لك اون غوماك تري امبورطون سون دي ار سور ان ريزو دو دي روتور. الا كان عندي 10 ديال لي روتور وبلا دي ار في واحد الريزو، غادي يكون عندي 45 كوبل ديفيرون دو روتور اللي يمكن يديروا دي غولاسيون او اللي يكونوا غيديروا دي زيشونج دانفورماسيون بيناتهم. دونك ساليت من هاد البي دي اف كما كتشوفوا. دونك كيهضر فقط على شنو هو الدور ديال ديزيجنيتد راوتر، شنو ممكن نربح منه. اعيد واكرر على ان الدور ديال الدي ار والبي دي ار او هاد لا تكنيك هادي اللي كنستعملوها البروتوكول او اس بي اف، الدور ديالها هو نقتصد شويه في لابون باسور ونقتصد في لي ريسورس انترن ديال الروتور ديالي، يعني البروسيسور ولا ميموار. نرجع للنورماتيك ديالي ونوضح لكم شويه، ولكن قبل منها نمشي نشوف الانواع ديال لي ريزو بالنسبه للاو اس بي اف. الاو اس بي اف عنده نظره خاصه لي ريزو، كيصنفهم تصنيف خاص بيه. مثلا الا كنا مجمعين بيناتنا غادي نقول لك مثلا اشنو هما الانواع ديال لي ريزو، غادي تصنفهم ليا مثلا لان وان مان بان. بالنسبه للاو اس بي اف ما تيصنفش التصنيفات، وانما تينظر نظره اخرى. بالنسبه لي لي غوتور غيكونوا ايسونسيالمون ثلاثه ديال الانواع. النوع الاول كيتسمى بوينت تو بوينت، بوينت تو بوينت او بوان ا بوان نيتورك. هذا لابد جوج ديال لي روتور كيكونوا مرتبطين من نقطه لنقطه، وكيكون الكابل اللي بيناتهم هو سيريال سيري. يعني اذا عندك اون انترفاس سيري في واحد لو
دوك، فانت خارج في اتجاه نقطة وحيدة متفردة، يعني الى خارج من سريرك غادي سيري دونك هذا بوان ابوان. الى خارج من هذا الانترفاس فلا يوجد اي احتمال ابدا انك تمشي عند جوج ديال الناس ولا عند جوج ديال لي روتور، فانت اكيد غادي عند روتور واحد. وبالنسبة لهذا النوع من لي ريزو لا يوجد لا دي ار ولا في دي ار، لا يوجد لا دي ار لا ديزيجنيتد راوتر ولا باك اب ديزيجنيتد راوتر. وقدروا نفهموها علاش، لانه الا خرجتي من هذا الروتور اكيد انت غادي عند روتور واحد، دونك علاش غادي تنتخب وانتوما غير جوج، انتوما غير جوج ديال لي روتور رابط بيناتكم ام كابل سيري، علاش غادي ننتخبوا منكم دي ار رئيس ونائب رئيس شاف وشاف ادجوان؟ ما يمكنش، دونك غير منطقيه. نجيو للنوع الاخر هو كيتسمى برودكاست نيتورك، وهو اي ريزو تيكون الميديا فيه بارتاج، يعني عندنا سويتش هاب كابل، المهم عندنا شي حاجه اللي بارتاجي لا بون باسون تي بارتاجي. في هذه الحاله مثلا الا خدينا هذا السويتش يقدروا يكونوا كونيكتاو هنا حتى 6 ولا 7 ولا 20 وغوتو. في هذه الحاله لابد نختاروا شاف وهو الدي ار، ونختاروا النائب ديالو اللي هو البي دي ار، كنتواصلوا معاهم بشكل مباشر، وهما من بعد كيتكلفوا يخبروا لي زوت غوتور على اي حاجه طرات عند لوغوتور كي كونتاكتي الدي ار والبي دي ار. النوع الثالث هو نوع خاص شويه، كنقول له نون برودكاست ملتي اكسس، هو ريزو اكسي ميتيبل كيما هذا، هذا شبكه متعدده الولوج، يعني اكسي ميتيبل، هذا هو ريزو اكسي ميتيبل، هو نوع خاص كنقول له نون برودكاست، عمليه برودكاست غير متوفره فيه، غير متاحه. علاش؟ لانه غالبا تيكون عندنا انياش، كيكون عندنا ريزو من النوع مثلا فريم رولاي ولا اكس 25 ولا نابورت كوا، اللي كيكون عمليه برودكاست مستحيله ما بين هذا الروتور وهذا الروتور، وهي كتحتاج لنوع اخر او لا ان كومبورتمون مختلف في لا كونفيغاسيون ديالو. نزيدو بعض الاضافات مثلا فريم رولاي، كنزيدو بعض الاضافات باش هذا الريزو يخدم لينا. هنا عمليه البرودكاست غير ممكنه، ولكن لا بد من اختيار الدي ار والبي دي ار، كيكون عندنا الدي ار والبي دي ار، لان هنا كانه ريزو، ماشي كانه، لانه فعلا ريزو اكسي ميتيبل نون برودكاست مالتيبل اكسس، مالتيبل اكسس، دونك عندي اكسي ميتيبل. دونك اعيد واكرر، عندنا جوج لا او ثلاثه ديال الانواع ديال لي ريزو، بوينت تو بوينت ما فيش دي ار والبي دي ار، برودكاست ملتي اكسس فيه دي ار والبي دي ار، ونون برودكاست ملتي اكسس فيه دي ار والبي دي ار. دونك نرجع لا ماكيت ونوضحها. كما كتشوفوا هنايا عندي بالاساس اربعه ديال لي ريزو، شكون عندي اربعه ديال لي ريزو، الريزو الاول هو هذا، الريزو الثاني هو هذا، الريزو الثالث هو هذا، هذا على 29، هذا كذلك على 29، وهذا على 30، وهذا الريزو كذلك على 30. دونك من بعد ما نكون في ديري، فيفترض على انني نفهم كيفاش كيتختار الدي ار والبي دي ار. نرجع للقواعد وناخذ اون اوتر فوتو باش نوضح القواعد اللي كنعتمدوا عليها باش تختاروا الدي ار والبي دي ار. القواعد بسيطه جدا، كاين واحد الحاجه كتسمى لا بريوريتي، لا بريوريتي، كل انترفاس في اي روتور كتكون عنده واحد القيمه سميتها بريوريتي اسوسي للبروتوكول او اس بي اف، يعني كل او اس بي اف كياخذ واحد الاولويه على كل انترفاس، هذه مهمه بزاف. يعني هاد الروتور مثلا ناخذ واحد الروتور من هنا، هذا شحال عنده من بريوريتي؟ ما عندوش غير بريوريتي واحده على مستوى الروتور كامل، وانما عنده على قد لي زانترفاس اللي عنده. مثلا هاد الروتور فيه جوج ديال لي زانترفاس، فغتكون عنده واحد البريوريتي، ها هي القيمه ديالها هي واحد، كيشارك بها في الانتخابات ديال اختيار دي ار والبي دي ار مع هذا الريزو، ولا بغى يشارك مع هادو في الانتخابات ديال اختيار دي ار والبي دي ار في هذا الريزو، فهو كيشارك ببريوريتي واحد. اش كنقول؟ كنقصد هنا بانه غادي تتم جوج عمليات ديال انتخاب ديال دي ار والبي دي ار. علاش؟ لانه عندي جوج ديال لي ريزون مختلفين اكسي ميتيبل، بي ام ا برودكاست مالتيبل اكسس، ها هي ها الاول وها هو الثاني. دونك جوج عمليات انتخاب، الروتو الوحيد اللي عنده الحق يشارك فيهم بجوج هو هذا، لانه مشترك بيناتهم، عنده انترفاس في هذا الريزو وعنده انترفاس في هذا الريزو. دونك نوضح، نعاود نوضحها، راه كل روتور ما تتكونش عنده اون سول بريوريتي، ولكن على قد لي زانترفاس اللي عنده، على قد لي بريوريتي اللي عنده. مثلا هذا راه عنده جوج ديال لي بريوريتي كيشارك بهم. نرجع لفوتو باش نزيد نوضح سي بلي. دونك قلنا بانه عندنا واحد القيمه كتسمى لا بريوريتي، صاحب اعلى قيمه كيكون دي ار، وصاحب ثاني اعلى قيمه تيكون بي دي ار. هي ان انجلش مكتوبه هنايا، هايست انترفيس بريوريتي از اليكتد از ذا بي دي ار. دونك اللي عنده ثاني سيفن، ثاني وهنا الهايست الاكبر بريوريتي، اللي عنده اكبر بريوريتي كيكون دي ار، واللي عنده سكند هايست انترفيس بريوريتي از اليكتد از بي دي ار، از اليكتد ك باك اب ديزيجنيتد راوتر. نرجعوا نوضحوا شويه هذه القيمه ديال البريوريتي. البريوريتي هي قيمه عدديه محصوره
ما بين 0 و255 مقضي على 8 ديال البيت على اوكتي. صاحب القيمة 0 هو مستثنى من انتخابات، يعني هذاك اللي عنده القيمة 0 فلا يمكن ابدا يكون دي ار ولا بي دي ار، لانه يتم الى اكسكلودد، كي تستثنى من انتخابات، هذا ما تيشاركش انتخابات اصلا. صاحب الرقم 255 هو من المؤكد اذا كان بوحدو اللي في هذاك الريزو عنده اعلى قيمة 255 فذاك اكيد غيكون دي ار، والارقام الاخرى يعني ما بين 1 و254 هو وزارو، يقدر يكون دي ار يقدر يكون بي دي ار، لان رجعنا هنا قلنا صاحب اعلى بريوريتي كيكون دي ار او لا بي دي ار. دونك القيمه ديال البريوريتي هي محصوره ما بين 0 و255، جوج اللي خصنا نعقل عليهم. 0 لا يشارك في الانتخابات مستحيل يكون دي ار ولا بي دي ار، صاحب 255 كيكون عنده دي شانس اكثر انه يكون دي ار. صافي، دونك الاشكال اللي غادي تطرح واحد، وذكر نعاود هذه ما قلتهاش، واحد هي القيمه الافتراضيه لا فالور باغ ديفو، يعني اي روتور جبتيه وحطيتيه وما بدلتيش ما قستيش ما غيرتيش البريوريتي فهو تتكون عنده في البريوريتي واحد كقيمه افتراضيه بار ديفو. دونك الا ما قستيهمش فمثلا الا جينا لهذا الريزو هذا غادي نلقاو بان لي بريوريتي الا ما بدلتهمش غادي يكونوا كلهم واحد، وبالتالي الا تساوى في البريوريتي خصنا نقارنوا ما بيناتهم على اساس شي حاجه اخرى. هاد الحاجه الاخرى هي الراوتر اي دي، دونك خصك تكون كتعرف كيفاش كيتجاب الراوتر اي دي قبل لا تشوف هاد لا فيديو. كاينه فيديو فلاشين نفسها فيها ما طويلاش بزاف كتهضر على الراوتر دي اي دي والاهميه ديالو كيفاش كيتختار. المهم كندوزو في المرحله الثانيه كنختاروا على اساس الراوتر اي دي. نرجع للتصوير ديالي نوضح، صاحب اعلى راوتر اي دي، صاحب اعلى راوتر اي دي كيكون دي ار، صاحب ثاني اعلى راوتر اي دي كيكون بي دي ار. ونذكر فيه عجاله كيفاش كيتخاد راوتر اي دي. راوتر اي دي هو معرف واحد ديال واحد الروتور في ان دومين دو فولتاج او اس بي اف، في واحد المجال ديال الفولتاج ديال التوجيه او اس بي اف، تيكون عندنا عند كل روتور واحد المميز واحد المعرف كيكون سميتو الراوتر اي دي، كياخد الشكل ديال ادريس اي بي في 4، يعني يقدر يكون 1.2.3.5، يقدر يكون 1900 1600 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
صفر صفر ثلاثة، وبالتالي هذا هو اللي غادي يكون دي ار هنايا، هذا هو اللي غادي يكون دي ار في هذا المجال، وهذا هو اللي غادي يكون، هذا هو اللي غادي يكون بي دي ار، هذا هو اللي غادي يكون بي دي ار 192 168 واحد جوج. نجو لهنا ونشوفوا لا طاب دو فوازيناج او اس بي اف، ونشوفوا واش هتطلع لينا، ونشوفوا واش الهضره اللي قلتها صحيحه ولا ما صحيحاش. دونك انيبل شاو اي بي او اس بي اف نيبرز، اي بي او اس بي اف نيبر، غادي نلقاو بانه تيقول لك راه عندي الدي ار هو صاحب 203 200003 وهي اللي قلنا، وصاحب البي دي ار هو صاحب الادريس او صاحب الراوتر اي دي 192 168 واحد جوج اللي هو هذا. وبالنسبه للاخر كيصنف تصنيف اخر اللي هو الدي ار اودر، ادر دي ار ادر، وغتقول لي فين هو هذا الروتور اللي كونفيكيرينا فيه، وهذا الروتور هذا ما تيبينش لك الحاله ديالو لانه انت كتقلب على لي زوطر ما كتقلبش عليه هو. دونك كما شفنا التحليل ديالنا صحيح، التحليل ديالنا صحيح في هذه الحاله هذه، وفعلا صاحب اعلى راوتر اي دي هو اللي طلع لنا دي ار، صاحب ثاني اعلى راوتر اي دي طلع لنا بي دي ار، ولي زوطر اي سون نيجليجو كيتعتبروا دي ار اودر، يعني ما كيكونش عندهم تضارب في هذه العمليه ديال لي شونج دانفورماسيون في البروتوكول او اس بي اف. دونك هاد لو روتور احنا باردون هاد لو ريزو احنا اناليزينا وعرفنا شكون دي ار والبي دي ار. نمشيو دابا نشوفوا الى من بعد ما ندخلوا هاد لي زانفورماسيون ديال البريوريتي، باش تدخل هاد البريوريتي كيخصك تدخل للانترفاس اللي كتشارك بها في الانتخابات ولا في ليليكسيون، تدخل للانترفاس فاست 0 على 0 لا كوموند تو سامبل، كنكتبوا اي بي او اس بي اف برايوريتي، وكنكتبوا القيمه ديال البريوريتي. انا حطيت هنا 255 255، نخرج من هنا نمشي للروتور ديالي الاخر هذا، وندخل للانترفاس فاست 0 على 0 حتى هو كيشارك باش كيشارك في الانتخابات، ونقول ليه اي بي او اس بي اف، باردون ندخل للانترفاس بعد مازال ما تطلع انترفاس فاست 0 على 0، ونقول ليه اي بي او اس بي اف او اس بي اف برايوريتي، نشوف شحال عاطي انا هنا. اصلا انا عاطي واحد دونك ما كاينش نبدلها، عاطي غير واحد. هذا كذلك واحد، وهذا البريوريتي ديالو زيرو، يعني هذا منطقيا لن يشارك في الانتخابات، القيمه ديالو هي صفر، يعني مستحيل يطلع دي ار. وعلاش طلع دي ار؟ قلنا لانه اصلا حنا ما كناش خدامين بهذه القيم اللي كتب في لا ماكيت، انا خدام بالقيم الافتراضيه كونفيغوراسيون تيرمينال اوكي اي انترفيس، انترفيس فاست 0 على 0، نقول لي اي بي او اس بي اف برايوريتي زيرو. دونك بدلت لي بريوريتي هنا، ولكن انتما الا جيت دابا وشيت لطاب فوزيناج ديال الروتور لا واللي كنت عنده قبيله، غادي نلقى بانه التحجيم غادي تبدل شاو اي بي او اس بي اف نيبر، كتلاحظوا بانه التحجيم غادي تبدل، لا لي راوتر اي دي ولا حتى حاجه نهائيا ما غادي تبدل، غادي يبقى عندي هذا هو الراوتر اي دي، باردون هذا هو الدي ار وهذا هو البي دي ار، في حين انه من بعد هاد التغييرات يفترض على ان هذا هو اللي يولي دي ار، يفترض على ان هذا هو اللي يولي دي ار، ولكن هاد العمليه ما تمتش. السبب بسيط هو انه لو اس بي واحد البروتوكول دو فولتاج اللي كياخذ وقت على ما يوصل لحاله لا كونفيرجونس، مباشره من بعد ما كيوصل لحاله لا كونفيرجونس كيدخل في واحد لا ستابيليتي ابسولو، ما كيقبلش التغييرات نهائيا الا طفيتي الروتور، وهذه ما غتبغيش ديرها، او لا تعاود لو بروسيسوس ديال الاو اس بي اف، يعني كانك كطفي الاو اس بي اف وكتعاود تشعلو، يعني كدير ليه شات داون ونو شات داون. في هذه الحاله هي الوحيده اللي كيقبل فيها انه يعاود لي كالكي ديالو ويعاود يعاود البروسيس او اس بي اف كله من الاول، باستثناء هذه الحاله راه ما يبغيش لك. دونك علاش هاد التغييرات ما تخدمش بعين الاعتبار؟ كما قلت لي ان بروتوكول دوطاج او اس بي اف ان بروتوكول التي يقلب على لا ستابيليتي، ما كيبغيش تغييرات بزاف، من بعد ما درت التغييرات ما خدمش بعين الاعتبار، ولكن اوغوزمون كاين ان سوليسي، يا اما ترو ديماري لي ووتور، يا اما تدخل ودير لا كوموند في مود بريفيليجي كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. بروسيس بمنتهى البساطة تيقول لك واش فوزات سيوم اللي راك باغي دير هاد العملية، كدير يس، من بعد إلا درتي لي شو اي بي او اس بي اف نيبر يقدر ما ياخدهاش بعين الاعتبار، ما عرفتش شنو غيدير معايا هنا. اوكي هنا تيقول لك راني طلعت اوكي مزيان مزيان، انتوما كتلاحظوا بانه تيقول لك راني تعرفت على لي غوتور الاخرين، تعرف على هاد لو غوتور هذا وداروا بي دي ار، ما كاين حتى ذكر هنايا للدي ار، يعني انني انا هو الدي ار، يعني ان هاد الغوتور هو الدي ار كما كتشوفوا، يعني ان هاد الغوتور هو الدي ار،
اوكي باقي ديك الساعه باقي تيدير دي كالكول. دابا هذا هو الريزلتا فينال، هذا ريزلتا صحيح، نعاود افيشي سي فو بلي. كتلقاو هنا بانه ما كاينش دي ار هنا في هادو كاملين اللي مذكورين. اذا ما كاينش دي ار معناتها ان لوغوتور اللي كتافيشي منه انت دابا راه هو الدي ار. وشكون هو اللي بي دي ار؟ هو 200.003. علاش؟ لان الى جينا لي بريوريتي هنا غنلقاهم بانهم بحال بحال، وبالتالي رجعنا للراوتر اي دي باش على اساسه نختاروا شكون هو البي دي ار. الى جيتوا تشوفوا الراوتر اي دي ديال هذا هو 200.003، والراوتر ديال هذا هو 10.001. دونك منطقيا يختار هذا الروتور هذا على اساس يكون بي دي ار. غير نتاكدوا سي بوبلي باش تاكدوا بان هذا الروتور هذا هو الدي ار، هذا غنمشيو لشي روتور اخر. عقلوا هذه هي الراوتر اي دي ديال هذا الروتور 192.168.1.1. غنجيو عند هذا مثلا نقول له عافاك لمورينا لي فوازان ديالك، نقول شاو اي بي او اس بي اف نيبر. تو سامبلومون غادي يقول لك بان الدي ار ديالو هو 192.168.1.1. ماشي شي حاجه ميستيريوز، لانه انتم كتشوفوا البريوريتي 255، وكما قلت لكم قبيله اي روتور عنده في البريوريتي 255 وكان هو الوحيد اللي عنده 255 في الريزو ديالو فهو من المؤكد على انه غادي يطلع دي ار. دونك هذا مثال كنظن كافي باش نعرفوا بعض الاسرار ديال كيفاش كيتختار الدي ار والبي دي ار. ولكن غادي نكملوا نجي لهذا الريزو هذا ونناقشوا معكم سي او بي باش نرتاحوا شويه من هذا من كثره الارقام. هذا ريزو بوان ا بوان بوان ا بوان، يعني دي نقطة هنا كتوصلني بنقطة أخرى، وعندي كذلك واحد الريزو هنا فيه نقطة كتوصلني لنقطة. ولكن هذا ايفيكتيف هو ما غيكون فيه لا دي ار لا بي دي ار، لأنه هو فعلا يصنف على أنه بوان ا بوان، ريزو بوان ا بوان، لأنه عندي إن انترفاس سيري كونيكتا إن أوتر انترفاس سيري. وهذا هذا الريزو واش تا هو غادي يكون بوان ا بوان؟ نو، ما غاديش يكون بوان ا بوان، واخا راني خارج من نقطة متصل بنقطة أخرى، ولكن ما غاديش يتعتبر بوان ا بوان. السبب بسيط، هو ان الاو اس بي اف باش يقول هذا ريزو بوان ا بوان ما تيعتمدش على واش جو سوي كونيكتي ان سول روتور، مي كيعتمد على لو تيب دانترفاس. الا كنتي خارج من انترفاس سيريال فهذا اكيد ريزو بوان ا بوان، اما الا كنتي خارج من انترفاس ايثرنت فاست ايثرنت او جيجا ايثرنت جيجا ايثرنت، فهو كاين احتمال انك تمشي تدخل في السويتش وبالتالي غيكون ريزو اكسيميتيبل، او لا تمشي تدخل مباشره في ان انترفاس اخرى اللي هي فاست ايثرنت وغيكون بوان ا بوان. مي سي با ان بوان ا بوان اللي نقولو بيغمون بوان ا بوان. دونك اللي كيحكم على ان الريزو بوان ا بوان هو لو تيب دانترفاس، ماشي هو النظره الشوفه. هنا راه من الشوفه تيبان بان نقطه الى نقطه وهنا نقطه الى نقطه، ولكن لا رياليتي ماشي هي هادي. دونك هنا نرجع نعاود نختصر، هنا ما غاديش يكون عندي دي ار وبي دي ار. باش تاكدوا غنجي لهنا، كيعطيك واحد لافيشاج اخر تيقول لك فليبا ديالو راه فول. شو اي بي او اس بي اف نيبر، باردون نيبر، شو اي بي باقي نغلط بزاف في الكومون. تيقول لك فليبا راه فول، فول يعني ليبا ديالي راه هي هاديك اسمه نيبا فول، ولكن ما تيذكرش لك لا دي ار لا بي دي ار، لانه لا يفترض على انه يكون دي ار بي دي ار هنا، راه الانترفاس راه سيري هنا. الى رجعتو غير هنا واحد شويه غادي تلقاو بانه كاع لي زانترفاس اللي كنا كنهضرو عليهم قبيله سوسون دي زانترفاس فاست انترنت ماشي سيري. دونك ونجو لهنا ونشوف واش غادي يكون عندي دي ار وبي دي ار ما بين هاد الجوج هادو. دونك ما بين هاد الجوج هادو لادريس هي 1 2 3 4، هذا بوان 5 وهذا بوان 6، هذا بوان 5 وهذا بوان 6. دونك نشوفوا الراوتر اي دي ديال هذا، الراوتر اي دي ديال هذا غادي يكون هو 50.0.0.1. منين جبتها؟ لان عندي جوج ديال لي زانترفاس لوك باك، وبالتالي كنقارن فقط ما بين لي زانترفاس فيرتيال، واعلى وحده فيهم هي ال 50، وهذا عنده انترفاس فيزيك وحده لادريس ديالها هي 1 2 3 6. دونك شكون اللي غادي يكون البريوريتي ما قستهاش ما بدلتهاش، دونك شكون اللي غادي يكون دي ار هنا؟ غادي يكون هذا هو الدي ار، هذا هو الروتور هو 50 وهذا غيكون بي دي ار. باش نشوفوها سي بوبلي، ايميل شو اي بي او اس بي اف نيبر، غادي يقول لك انا هو البي دي ار ولوتر دو لوتر كوتي كاين دي ار. كيتاكد هذه المساله اللي قلت لكم على انه ما تحكمش على الريزو من تشوفها من نقطه الى نقطه. انتم كتشوفوا راه هو من نقطه الى نقطه كاين فقط جوج ديال الروتر كونيكت ديريكت هما فار ان كابل يو تي بي، مي في الاخر راه كاين دي ار وبي دي ار. انتم كتشوفوها تيقول لك بان مول 50.0.0.1 هو الدي ار، وبما انه ما هضرش على راسه فهو البي دي ار. صافي هذوك بقى لي اخيرا فقط هذا الريزو هذا، وغادي نكملوا لا فيديو خطات شويه. دونك نجيو لهنا غادي نشوفوا بان لي بريوريتي كلهم بحال بحال، عندي واحد عندي ثاني واحد هنا وعندي واحد هنا. دونك ما قصتش لي بريوريتي تاع هذا واحد، انتبهوا سي بوبلي هذا تا هو غادي يشارك في الانتخابات هذا.
يشارك في الاليكسيون في الاختيار دي اي والبي دي اي. غنعتمد فقط في هذه الحاله على شكون، على لي زادريس ماشي لي زادريس من لي راوتر اي دي. دونك نجيو نشوفوا كل واحد فيهم. قلنا قبيله بان هذا راوتر اي دي غتكون هي 50.0.0.1. بالنسبه لهذا عنده جوج ديال لي زانترفاس، واحده فيهم بجوجهم دي زانترفاس فيزيك، اعلى واحده فيهم غتكون هي 200.0.0.4. هاد السيد هاد الولد غتكون هي 210.0.0.1، ماشي حيت هي كبيره ولكن لانها لوك باك. اما بالنسبه لهذا غتكون هي 200.0.0.3. الا شفتوا مزيان غادي يبان لكم بان اعلى راوتر اي دي هو هذا، وثاني اعلى راوتر اي دي حسب داكشي اللي بان ليا هو هذا. دونك نجيو عند هاد الغوتور هذا ونشوفوا هادشي ديالنا واش صح ولا ماشي صح. غنقول عند هاد الغوتور المفروض انه يوريني 210.0.0.1 على اساس انه دي اف، ويوريني 200.0.0.4 على اساس انه بي دي اف. نيم شو اي بي و اس بي اف نيبرز، عنده هنا بزاف ديال الجيران مي كاين شي حاجة كاين با لوجيك تيقول لك هو 200. لا لا لوجيك هي ما شفتش مزيان انا، بان لي هذه في الاول 200 210.0.0.1 هو الدي ار، و 200 و 0.0.3 او باردون 200.0.0.4 هو البي دي ار. وهادشي كلشي منطقي، كتشوفوا بان هاد الادريس كبر من هاد الادريس. واساسا علاش وصلنا نقارنوا باللي زادريس او باللي راوتر ايضا، لان لي بريوريتي كلهم بحال بحال واحد واحد. هذا راه حاجه اخرى سيبو بلي، هاد لاليني هادي راه كتهضر على هاد الغيزو الاخر، على هذا كتهضر على هاد الغيزو هذا. دونك كيقول لك بانه عندي دو لوتر كوتي في لوتر غيزو راه عندي ان بي دي ار هاي لادريس ديالو. دونك كنظن بانه طولنا الفيديو، كنظن كاع داكشي اللي خصني نقولو راني قلتو. دونك عندنا الدي ار والبي دي ار راني شرحت لاش كيصلحو كيفاش كيتختارو. الا ما فهمتوش شي حاجه كنتمنى غير توقفوا شويه الفيديو او تعاودوها، وغادي يبان كلشي. المواضيع راهم بساط، غير كيخص تكون كتعرف شي حوايج اخرين قبل تجي الدي ار والبي دي ار. شكرا والسلام عليكم.